بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدناكم بفضل الله تعالى، كل جمعة بدرس جديد على البرنامج راينو 6 بتصميم المجوهرات. اليوم درسنا عبارة عن خاتم بسيط وفي خيارات جديدة، بتمنى الدرس ينال إعجابكم. حابب أذكركم اللي حابب ياخذ كورسات يتواصل معي على رقم موجود بالقناة. وطبعا الكورس بيتضمن تنزيل البرامج اللي هن البرنامج راينو 6 والراينو كود والكلايو امبوس. كمان اللي حابب بده الماتريكس 9، طبعا انه في عندي كورسات على الماتريكس 9 بس عم جهزها ما خلصت. كمان نحن مسؤولين عن تنزيل البرامج. قبل مباشر الدرس لا تنسونا بدعم القناة والتعليق، ناطرين تعليقاتكم وتوزيع الفيديو لأهلنا في سوريا وأحبابنا في الوطن العربي. وشكرا لكل متابعينا، بشكرهم كثير كثير، والإطراء والكلام الحلو، شكرا كثير. عم بقري التعليقات كاملة. خلينا ناخذ فكرة عن الدرس. أول شيء نيجي على شادد. هذا الدرس عبارة عن خاتم في نجمة، طبعا هذا ميلي جرايم من هون دوائر. هنعلمكم كيف نسوي هالدوائر هيك، بالإضافة إلى في خيار أوفست بنستعمله هون. هنشوفه بكل الجوانب. هلا هنباشر نحذف كل شيء ونبتدي من الصفر. توكل على الله ونبتدي من الصفر. رح نروح على الفرونت فيو ورح نيجي على الامر هذا او الخيار هذا، دائره. رح نعمل دائره مركزها صفر وهي عباره عن 18 ميلي. رح نكتب 18 ميلي، تمام. رح نضغط هون ونيجي على الرايت فيو ونشغل الاو سناب. خلينا نغير الخط اول شيء من هون، نضغط على الزر اليميني نعمل تشينج تغيير. رح اجي على هون على الخيار هذا اللاين خط، بدي اختار هذا النوع من الخط. الاو سناب شغاله طبعا، شوفوا رح نطلع بمستقيم تمام هيك، يكون 100%. وبدي اجي على هالنوع من القوس هذا، قوس ارك، بدايته هون ونهايته هون، نطلع في هالمسافه. بدي اعلم وبدي اجي على خيار جوين ضم، يعني هذا. هلا بدي امسك من هون، هلا بطفي الاو سناب وبدي اياه يكون هيك هالشكل هذا، تمام. خلينا نكبر شوي، نضغط على الشيفت، تمام. بدنا نعلم وبدي اروح على ترانسفورم، بدي اعمل له موف، بتاكد من هون اني حاكم 100%، بشغل او سناب، تمام. هلا بدي اعمله، بدي اعلمه وروح على ترانسفورم كمان على خيار اسمه او امر ميرور، بحط صفر بقولنا بداية وين هون بالمركز وعد تمام مشان نعمل خاتم. هلا صار عندنا هذا الشكل. بما انه في عندي شو اسمه خدمتين سيرفيس، هلا بنيجي لهون سيرفيس، اللي عندي سويب 2 ما سويب 1، عندي كيرفين طبعا، هذا كيرف هذا كيرف 2، وبضغط هون على الدائره بيطلع لنا، شوفوا السهم هيك، وبنضغط انتر صار عندنا هذا الشكل. نيجي على التوب فيو، تاكد انه خلينا نعلمه ونكبره شيء بسيط تقريبا هذا الشكل. خلينا نغير اللون، تمام. الخطوة بعدها شو بدي اعمل؟ بدي ارسم. نرجع على التوب فيو، نرجع على الخيار هون هذا الامر، بدي ارسم نجمة، بضغط عليها
قالوا لي كان بدك كم رأس؟ بدي ستة. ستة هنكتب ستة، بيجي لهون بطلع فيها بحيث هذا الشكل. تمام، هلا نشوف وينها، شايفين وينها بالبرسبكتيف فيو. طيب انا هلا بدي احولها لهون يكون لازقة، فبروح بكتب خيار اسمه بول. شوفوا بول كيرفز، هفرجيكم كيف شكله عشان تحفظوا كيف شكله. نيجي لهون على هذا، هذا هو بنضغط عليه. شو بنعمل؟ بنضغط على الكيرف على الخط النجمة، بنضغط انتر بالزر اليمين الماوس، بنضغط على الشكل. ما هذا، هذا حط انتر، شوف يتحول، شوف كيف تحول الشكل على الدائرة. هلا هذا ما بدي اياه، صار عندي نجمة. تمام، كمان بدي اعمل عدة دوائر. خلينا ندخل لهون واير فورم، خلينا اول شي نرسم الدوائر ونفرض هذه وحدة. تمام، نيجي بعملها كوبي ونفرض هيك، يعني بشكل غير لا تعيين. هو هدول بدي اعلمهم، بدي اعمل لهم جروب. هذا جروب، هذا خيار جروب مجموعة. هذا بدي اشيلهم، بعمل لهم موف، بدي احطهم هون ولنفرض تمام. او الابا فيهم شي بسيط، خلينا نسكر او سناب فيها، يعني موجودين. نجي على الشيدد، شوفوا وين موجودين، شايفين ليكم هذا هن. هلا بدي طلعهم، بدي اخذهم لهون واعمل لهم ميول شي بسيط. هنتأكد من الرايت فيو. تمام. هلا كمان نفس الشيء بدي اعمل لهم، نفس الشيء نفس العمليه. هجي على برسبكتيف فيو، رح اروح الخيار موجود هذا اللي هو بول كيرف، بول كيرف، بضغط عليه، بضغط على هذول الجروب يعني الدوائر، وبضغط على الزر اليمين الماوس، وبضغط على الخاتم. ما جوا ولا، شوفوا هذا البرا، حط انتر، شوف كيف تحول، شوفوا على صار عنا، شوفوا على الرايت ان فرونت فيو، دوائر صاروا ملامسين الخاتم. هذول ما بدي اياهم، بدنا نكبهم. فرجين شوف الشكل، شايفين كيف صار الشكل؟ هذا الشكل. تمام، الخطوة اللي بعدها شو بدي اعمل؟ بدي اعمل سبليت، يعني بدي فرغ. بيجي لهون، بيجي على خيار اسمه هذا سبليت. أول شغلة بنعملها بنقول نعلم الخاتم، علمنا الخاتم هذا بولي سيرفيس، نضغط انتر، ضغطنا انتر، علم كل شيء بدك تفرغه. أو نسينا في شغلة، عفوا رح نعمل كنترول زد تراجع، رح نعمل عملنا مرتين ثلاث تراجع. بدي أعمل كمان الطرف الثاني، أنا هذه بدي اعمل لها ميرور، حط صفر، بعمل لها ميرور كمان، يعني بدي اياهم من الطرفين. تمام، هلا بيجي على الخيار نفسه هذا بول كيرف، اضغط عليه، بقولنا علم الخط، علمنا الجروب طبعا هذا وهذا، ضغط انتر، ضغطنا انتر، علم الخاتم هذا، عفوا لا رح نرجع من اول جديد، بول خط انتر خاتم انتر، شايفين كيف صار؟ هلا صاروا الدوائر. انا هذا هلا ما بدي اياه، ولا هذا ما بدي اياه. تمام، هلا بدي ارجع افرغ.
نفرغ كيرل كاملة، نكتب سبليت موجودة هاي سبليت، بيقولوا لنا علم الخاتم، علم الخاتم، حط انتر بالزر اليمين، حطينا الانتر بالزر اليمين، الماوس علم كل شيء علمنا، وضغط انتر، ضغطنا انتر، لازم يتفرغ. خلينا نشوف، ما تفرغ فيه، بيكون في عنا خطأ. خلينا نتأكد نشوف الخطأ شو السبب. رح نرجع من أول جديد، split object enter طيب أنا رح خليني أتأكد إذا تفرغ، ما تفرغ، رح أعمل split لوحدة وحدة، split هاي تفرغت أول وحدة، رح يجي على الثانية كمان split، طبعا بنجيبها من هون أو بنكتبها هون. انتر كمان تفرغوا، نيجي على الثالثة سبليت خاتم، انتر والدوائر، انتر كمان تفرغوا. تمام، شوفوا هذا هلا. بعد ما عملنا سبليت رح نعمل، رح نشيل هذه، او قبل ما اشيلها ثواني، رح نعمل كنترول زد، رح اروح على خيار اسمه بالسيرفس، هذا الخيار اوفست، رح اعمل اوفست، لا رح نعمل اوفست تشو هذا، رح نضغط على هذا الخيار، رح نعلم الدائرة الدوائر مع النجمة، رح نحط انتر بالزر اليميني، طلع لنا هالاسهم بدنا اياها للداخل من هون، نضغط على الفيليب الاتجاه لجوا. طيب هون ديستنيشن او ديستني بدي اياها 0.6، بحط انتر، انتر كمان، طول بالنا شوي، صار عندنا سماكة. شوفوا رح نشيل هذه، هي ما لازم لي، تمام، تمام، وهي كمان ما لازم لي، هنشيل بقى كل واحدة بوحدها، تمام. درس بسيط وجميل، هلا شوفوا في النهاية هنشيل هذول كمان. تمام، هلا في شغلة، هذه مثل ما شايفين في فضاوة هون لازم نعبيها، فشو بعمل؟ بيجي على الجولري، بشغل الراينو كولد، بيجي على هذا الخيار اللي هو ميل جراين، ميل جراين هذا خيار جميل جدا، بضغط عليه وابتدي اعلم النجمة من فوق. خليني اول شيء نشيل هذا لانه في كيرف هون شكله، هلا نضغط هون علم النجمة، خليني أتأكد يكون شغلنا نظامي، هذا الخط الأسود أول شيء، تمام، حط انتر، شوف شو بصير، طلع لنا هذه الميليجراين، أنا بدي أصغر فيها شوي كبيرة. فلنفرض هذه 40، وهون بدنا نزيد بعدد، هون 10، هون 30 تقريبا، خليني اتأكد. تمام، اذا بدنا نعمل تمام الداخل، بس انا برأيي هيك كفاية. خليني اجي هلا منثبت كمان مرة ثانية، رح نعمل للدوائر جولوري ميليجراين،
نضغط هوم، نبتدي هالدائرة، نضغط على الشيفت والدائرة، أو ثواني نشوف، بس خليني أسكر مشان في خط هون لازم نشيله، هذا الكيرف كمان رح نشيله. في طريقة تانية إذا نشيل الكيرف، شوف شو بنعمل، نيجي هون على الخيار هذا، هون هذا، إذا في عنا عدة خطوط أو كيرفس نضغط عليه بتعلم كل الكيرفس وبنحط بنمحيهم. هلا راحوا كلياتهم، شايفين؟ هلا بقى بنروح نرجع جولوري وعلى ميلي جرايند، نضغط عليها، نضغط هون بقى بنعلم هالدائرة، نضغط على الشيفت الدائرة وهالدائرة كمان، رح نيجي على الدائرة التانية، رح نكون ضاغطين على الشيفت هذه من فوق، هذه ونحط انتر بقى منصغر، نعمل 40 أو 30، أصغر بشوي من هذه لأنه هذيك 40، ونزيد فيها مثلا نفرض 10، وبدي اياهم مترابطين، نحط إشارة صح، نثبت شغلنا. صار عندنا هذا الشكل، شوفوه حطكم اياه على الاس تي ال، تمام. شوي هيك شكله يعني فضائي، بقى بدنا نجمل فيه من جوا الطول والعرض، فمشان هيك رح اروح على التوب فيو، هذا على الفرونت فيو، هعلم وجيبه عن يعني تقريبا عن النص، تمام. هاي معلمينه. خلينا الخاتم نعلمه ونقفله، هدول بدي اعلمهم كاملة واخفيهم وارجع فك، تمام. فهلا شوف شو بدي اعمل، بدي اعلمه كمان مرة تانية وبجيب نسخة تانية بالكوبي، وين بدي اياها؟ بنفس المحل، بدي الونها باللون والمفروض الاحمر، تمام. شو بدي اعمل؟ بضغط على الشيفت، بمسك من هون هذا، بضغط على الشيفت بدخل فيه كيف ما بدنا المسافة المفروض، تمام. وهلا بروح على السوليد تولز، على البولينج ديفرنت، بدي فرق، بعلم هذا، بحط الزر اليميني للماوس، بضغط انتر، بعلم كمان جواني، بحط انتر، شوف كيف تبرر، خلينا نشوف. شايفين كيف تبرر؟ هلا خلينا نصغر بقى كل شيء، هذا قديم، قطع الشدد هذا الشكل، خلينا نلعب فيه شوي صغيرة كمان هيك بالحجم، مشان هيك رح اروح على الكوميند، هكتب كيج ايديت، تمام. بنعلم، بنحط انتر، بنقول بدك صندوق بيندينج بوكس، بنقول طبعا، كمان بنحط انتر، هذول النقط يعني عدد النقط اللي بدنا، النقط اللي بدنا نتحكم فيها، بنحط انتر كمان، انتر بيطلع لنا صندوق، بيجي على الرايت فيو هون، هون بيكون شاشي، بعلم بس تحت يعني بحيث المسافة يطول بالنا شيء بسيط، عم يحمل طبعا ياخذ وقت لانه في كتير اوامر، في كتير خيارات، شايفين. خلينا نشيل الكيج قفص، نتأكد من شكله، أنا شايف في
خليني أتأكد إذا جوال كاملة. خلينا نعمل كنترول زد، نرجع نكتب الكي جديد، علم، حط انتر، كمان بوكس، صندوق، انتر، انتر. خلينا نشوف فين بدنا نتحكم فيه مشان ما يصير. خلينا تمام، طول بالنا. صار عندنا هالشكل، شوفوا. بإمكاننا هسه نيجي على الرايت فيو ونصغر فيه، كمان نمسك من هون، ندخل شي بسيط كمان، بس حاجة ما أكتر من هيك. كمان مطول بالنا، فينا نكبر من فوق كمان، شيل الكيج. تمام، خلينا نحط على الريندر نشوف. حطينا هاي. هذا اليوم درسنا، أحبتي في الله. برجع بذكركم اللي حابب ياخذ كورسات بتصميم المجوهرات يتواصل معي على رقمي الموجود القناة، رابط القناة. واللي كمان وطبعا في شغلة، نحن يعني ملتزمين بتنزيل البرامج لأي طالب بده ياخذ كورس عنا، اللي هي برامج الراينو 6 والراينو كولد والكلايا اون بوس، لانه هي الكورس اللي عندي، الكورسات اللي عندي بتضمن هالبرامج هذه، انا مسؤول عنها بنزلها. واللي حابب يعرف مواصفات الكمبيوتر كمان يتواصل معي، لانه الكورس بيتضمن تنزيل برامج. وبرجع بذكركم دعمكم القناة واشتراك بالقناة وناطرين تعليقاتكم وتوزيع الفيديوهات لأهلنا في سوريا وأحبابنا في الوطن العربي. انتظرونا بإذن الله تعالى بدرس جديد بالجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.